هاد الحرائق اللي عرفتها بلادنا في هاد من 11 وبالضبط من 9 يعني يوليوز الى 13 يوليوز كانت حرائق هي استثنائيه لان ما شفناش بحالها تقريبا هذه واحد اكثر من 40 سنه. فهي كانت مكثفة وكانت في عدة بؤر في نفس يعني الوقت 6 ديال الأقاليم وعلى واحد المساحة ديال 10,560 يعني في المجموع واللي كان عندها واحد الانعكاسات وتأثير جد مهم على الغطاء الغابوي وكان كذلك على الأشجار المثمرة الفلاحية وكذلك على القطاع ديال تربية الماشية والنحل بصفة عامة وكذلك بعض الأضرار على الساكنة ولكن الحمد لله ما كانش يعني أضرار في الأرواح ديال الساكنة ف تعبئة ديال الجميع يعني خلتنا باش يكون يعني تحكم في هاد يعني الحرائق بواحد الصفة يعني بواحد الفعالية جد مهمة وكذلك تعبئة ديال الساكنة والمتضررين. فبالنسبة للقطاع الفلاحي كاين هناك إعادة يعني كاين واحد الدعم يعني مباشر اللي غادي يكون استعجالي فيما يخص الماشية اللي ضاعت اللي غيكون التعويض ديالها وفيما يخص كذلك الكلاء وال يعني ديال الماشية وكذلك إعادة الإعمار ديال هاد فيما يخص النحل تربية النحل الخلايا ديال النحل وهناك برامج اللي غادي تكون مهيكلة إعادة التشجير ولكن برامج اللي غادي تكون كذلك تنموية ومندمجة وفيها كذلك خلق الشغل للساكنة. الجانب الغابوي كذلك تأثر بواحد طريقة يعني جد مهمة فالمجموع ديال الميزانية المرصودة هي 150 مليون ديال الدرهم وغادي تكون عبر برامج ديال إعادة الهيكلة ديال المجال الغابوي وتكون فيه كذلك برامج ديال المواكبة ديال الساكنة وكذلك تثمين ديال المنتوجات الغابوية لخلق فرص الشغل بالنسبة لهاد الساكنة والعمل بالبرامج غادي يبدأ ابتداء من اليوم إن شاء الله.